أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم أينما كنتم. ها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نعرض لكم الحكايات والقضايا ووجوه للتحدي لا تعرف اليأس. تشاهدون في هذه الحلقة: القطاع الصحي في البريقة جهود مبذولة وآمال معلقة، البهارات العدنية أسرار النكهة المميزة، يوسف عبد الكريم من رحم المعاناة إلى فضاء الإبداع. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم كما عودناكم الآن نبقى مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار التي حصلت خلال الأسبوع. كرم في العاصمة المؤقتة عدن الفائزين بجائزة هالت بريز العالمية بمشاركة واسعة من طلاب وأساتذة الجامعات الحكومية والأهلية في المدن المحررة، وتهدف الجائزة كما يقول القائمون عليها إلى التخفيف والتقليل من نسبة الفقر والبطالة بين أوساط الشباب في كافة أنحاء العالم، وتتيح لطلاب الجامعات فرص المشاركة بأفكارهم ومشاريعهم من أجل المنافسة بقوة وصولاً لحصولهم على المراكز الأولى والاستفادة من المبلغ المقدم لهم والمنحة في تطوير أنفسهم وتوفير فرص عمل لهم. فاز فريق أمن بوابة الجمارك بالمباراة النهائية لدوري شرطة المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن، وجاء فوز فريق أمن بوابة الجمارك على حساب فريق مدير أمن المنطقة الحرة بضربات الترجيح بعد تعادل الفريقين بثلاثية لكل منهما قبل أن تقلب ضربات الترجيح النتيجة لحساب فريق أمن بوابة الجمارك بخمسة أهداف مقابل أربعة. على الرغم من الجهود المبذولة من مكتب الصحة في مديرية البريقة في عدن، إلا أن الكثير من الصعوبات والعراقيل قد تقف عائقاً أمام تقديم خدماته بالصورة المثلى. القطاع الصحي في مديرية البريقة يواجه تحديات كثيرة ليس أقلها شحة الإمكانات ونقص الموارد في ظل وضع مترد ومخاطر متزايدة. نعاني من نقص شديد في الكادر الطبي والفني والتمريضي. نحن معتمدين فقط على المساهمة وعلى الدخل اللي يجي نحن من المساهمة. في بعض الأحيان في حاجات ما نقدرش نوفرها للمركز، صح إن المنظمة ووزارة الصحة وفروا العديد من الأشياء، بس في حاجات أساسية ما قدرناش نحن نوفرها للمركز. مركز التوليد الذي تم افتتاحه قبل أشهر في البريقة وإن جاء متأخرا، إلا أنه شكل نافذة أمل للمواطنين باعتباره الوحيد في المديرية المفتقرة لمستشفى عام. المركز أهميته الصراحة البريقة الآن بالذات يعتبر هذا القلب حقه، لأنه إيش؟ هي بالوسط أولاً، ثانياً نقول نحن من الأرياف. أهميته تكمن إنه في منطقة نائية أو تكون بعيدة جداً عن عدن أو عن المراكز الصحية، فعشان كذا له الأهمية والدور. فهنا تحصل إن الناس يعني تقريباً من الطبقة المعدمة أو أغلبهم نازحين من الحديدة من تعيد مع الحروب مع، فهنا الأهمية تكمن. 13 مركزاً صحياً هي قوام المنشآت الخاضعة لمكتب الصحة في البريقة، تتوزع على مناطق متباعدة ويواجه الكادر الصحي فيها جملة من الإشكاليات والصعوبات. نرجو دعمنا بأدوية الأمراض المزمنة لكونها مديرية البريقة لا توجد فيها صيدلية مركزية لصرف الأدوية الأمراض المزمنة. غرفة مشان للعمليات ما قدرناش الآن، يعني مش موفرة لأنها على أساس كانوا بيقفلوا هذول الثلاث الغرف بيخلوا العمليات، لكن شافوا انه في صعوبه لانه لازم في طبيبات، لازم في بنك دم، برغم انه وفروا هذه الحاجات ده، بس عادوا في حاجات ما قدروش يوفروها. احنا كنا تقريبا صفر، يعني الان نسبيا كويس بس مش مكتمل بشكل كامل. يعني اقول لك بحيث انه اي مريضه تخرج من عندنا مكتمل الخدمه، في نقص خاصه انه ما فيش غرفه عمليات، ما فيش بنك دم، في نقص شويه بالادويه، يعني مش يعني الادويه المكتمله موجوده، يعني في نقص. ونتمنى انهم يعني يكون يدخل المريض ويخرج معه حاجته كاملة. الصعوبات اللي ممكن نواجهها اللي احنا محتاجينها عشان كذا، اللي يفتحوا لنا عمليات قيصرية، يوفروا لنا الأدوية بشكل يعني مستمر،
والأدوية اللي عندنا عجز يزودونه ويعملوا توسيع للمجمع كان نفسه. ظروف الحرب والأوضاع التي تمر بها البلاد جعلت من مديرية البريقة ملجأ للنازحين من مختلف المحافظات، الأمر الذي ضاعف العبء على القطاع الصحي ما يتطلب تحركا حكوميا جادا لتدارك وضع ينذر بالكارثة. نرحب بالدكتور فهد عبد القوي العلوي مدير مكتب الصحة بمديرية البريقة في عدن. أهلا ومرحبا بك اليوم دكتور معنا. اليوم نناقش الوضع الصحي والمنشآت الصحية الموجودة في البريقة. بداية، كيف تقيمون الوضع الصحي بشكل عام في مديرية البريقة؟ أهلا وسهلا بكم في مديرية البريقة. وحقيقة الوضع الصحي في مديرية البريقة هو جزء لا يتجزأ من الوضع العام في البلاد. حقيقة مكتب الصحة البريقة يواجه كثير من الإشكاليات، كثير من الصعوبات، إلا أننا نبذل جهود في إمكانية الوصول إلى ما يمكن الوصول إليه. حقيقة نحن نملك من الشجاعة ومن المصداقية أن نقول أن المستوى الصحي بشكل عام ليس في المستوى الطموح. يعني حقيقة الوضع الصحي مرهون بتحسن الوضع العام في البلاد. حقيقة وضع الموظف سيء، الإمكانيات والخدمات كما قلنا لا يمكن أن تحقق الرضا عنا من قبل المرضى. يعني أنتم دكتور تسلمتم منذ وقت قصير إدارة مهام مكتب الصحة في مديرية البريقة، ما هي أهم التحديات التي وقفت أمامكم؟ التحديات التي وقفت أمامنا كمدير مكتب الصحة هي كيف نجعل المواطن يلمس مستوى التغيير بهذا، يعني من خلال تولينا يعني للمهمة. هناك كثير من الصعوبات التي واجهتنا بحكم مديرية البريقة مديرية مترامية الأطراف، توجد فيها كثيرا من المراكز الصحية التي تتطلب مننا متابعتها شخصيا وتلمس هموم المرضى فيها، وبالتالي المواطن ينتظر ماذا يقدم مكتب الصحة له في هذا الجانب. يعني ماذا عن الموازنة التقديرية المرصودة لمكتب الصحة في البريقة؟ هل هي كافية بالنسبة لكم وتغطي الاحتياجات؟ الظروف الراهنة للبلاد عطلت كثيرا من الخطط والبرامج التي وضعها وزارة الصحة ومكتب الصحة، يعني ووضع الموازنة يعني غير كافي، بحيث انه كما قلنا يعني انه الظروف فرضت نفسها على اعداد هذه الموازنة. الموازنة بالتأكيد موازنة قليلة لا تكفي بتغطية كما قلنا لكم جميع أنشطة ومهام مكتب الصحة في البريقة. ماذا عن وضع الموظفين في مكتب الصحة، رواتبهم والحوافز، هل هي مرضية؟ وضعهم هل هو جيد؟ لا شك أنه وضع الموظف في مكتب الصحة وضع نحن نتبنى هموم الموظف الصحة، وبالتالي إذا أردنا فعلا خدمة جيدة وخدمة يقدمها الكادر الصحي لابد أن نحسن من وضعه المالي وال يعني والبنية التحتية لابد أن تتوفر حتى نقدم يعني خدمة جيدة للمرضى. خلال الفترة التي تسلمتم فيها المهام الإدارية، كيف لمستم ردود أفعال الناس إزاء الخدمات التي يقدمها مكتب الصحة؟ كما قلنا أو كما أسلفنا أن مكتب الصحة البريقة يبذل جهود كبيرة في يعني إظهار تغيير في على مستوى المديرية. هناك تحرك بالتعاون مع مدير عام مكتب الصحة مع مدير عام المديرية في تبني مشاريع للمديرية تلبي طموحات واحتياجات المواطن. حقيقة أمس تشرفنا بمقابلة محافظ العدن وتلمس الوضع عن قرب، قام بجولة يشكر عليها إلى مديرية البريقة، زار فيها مركز التوليد ومنطقة صلاح الدين
ومنطقة فقم وعمران يتلمس حاجيات يعني الصحة فيها، واطلع عن قرب عن يعني الحاجة الملحة التي تفترض أن توليها المحافظة ووزارة الصحة اهتمام كبير يعني لتلبية احتياجات المواطنين في هذه المرافق الصحية. ذكرتم بأن مديرية البريقة مديرية يعني كبيرة مترامية الأطراف مثل ما ذكرتم، يعني كم عدد المنشآت الصحية فيها؟ هل هي كافية؟ هل ترونها أنها كافية؟ وما هي الأسباب إذا لم تكن هذه المنشآت الطبية الحكومية كافية؟ فعلا مديرية البريقة تشكل ثلثي محافظة عدن، تبلغ مساحتها حوالي 604 كيلومتر مربع. جميع المناطق توجد فيها مرافق صحية، إلا أن الخدمة كما أسلفت ليست يعني باللي ممكن أنها تكون يعني نحن راضين عليها، أو لكن أعتقد أنه لولا الجهود التي تبذل يعني لكان الوضع أسوأ من ذلك. نحن نوجد تقريبا في مديرية البريقة 13 مركزا ومجمعا صحيا، كلها تقدم خدمات للمواطن وفقا للإمكانيات وفقا يعني للموازنات التي تقر لها من مكتب الصحة. مع ذلك يبذل فيها العمال الصحيين أقصى جهودهم لخدمة المرضى. هل يقدم مكتب الصحة في البريقة الخدمات يعني بالصورة الفاعلة التي يجب أن يقدمها؟ وما هي الأسباب إذا في حال وجود عراقيل أو صعوبات تعيق عمل مكتب الصحة؟ مكتب الصحة البريقة لا شك أنه يعني يتلمس هموم المواطن. فعلا هناك كثير من القضايا، هناك كثير من الهموم، هناك كثير من الاحتياجات يحتاجها المواطن في المجال الصحي. كثير من 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 الصعوبات التي تواجهنا تخص البنية التحتية، تخص توفر الأدوية. هناك مرضى يشكون من 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 يعني عدم توفر الأدوية الأساسية التي يحتاجون لها، بالأخص أدوية الأمراض المزمنة. مديرية البريقة مديرية مترامية الأطراف، من الصعوبة يعني للمواطن أن يتنقل من مديرية البريقة مثلا إلى 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 خور مكسر أو إلى مثلا المنصورة لكي يذهب ويأتي بحقنة أنسولين. لذلك نحن نأمل من الجهات يعني الأعلى مننا وأن أن أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المعاناة، بحيث يكون هناك تنسيق بينها وبين مكتب الصحة البريقة، بأن يتم التنسيق وتوفير هذه الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يعني، ولا تكون صرفها مركزيا. يمكن التنسيق مع مكتب الصحة وتوفيرها في المديرية، بحيث مكتب الصحة يتولى يعني توزيعها بشكل يرضي مكتب الصحة ويرضي المواطن الذي قلنا أنه يعاني من خلال هذه يعني توفير هذه الأدوية. وكما أسلفت هناك معاناة للمرضى، وخصوصا مرضى السكر، ونحن استقبلنا اكثر من شكاوى بهذا الخصوص، انهم يعني يتحملون عناء الذهاب الى 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 خور مكسر يعني لقلب حقنة انسولين بما تكلفهم عناء التنقل وعناء المواصلات. وهذا نحن طالما ونحن موجودين في مديرية البريقة لابد أن نتبنى همومهم ونتبنى مشاكلهم بالتعاون مع مدير عام مكتب الصحة عدن، وإن شاء الله نوصل إلى حلول لهذه المشكلة إن شاء الله. ما هو دور مكتب الصحة ودور السلطة المحلية في دعم مكتب الصحة والطب الوضع الطبي والصحي بشكل عام في مديرية البريقة؟ حقيقة هناك تعاون لا شك، تعاون بين السلطة المحلية ممثلة بالأخ هاني اليزيدي، ومدير عام مكتب الصحة ممثلا بالأستاذ المشارك الدكتور جمال خدابخش. الجهود تبذل لتذليل كثير من الصعوبات التي تواجه مكتب الصحة، وحاليا تبذل الجهود لتبني مشروع إنشاء مستشفى عام مديرية البريقة، ويوفر هذا المستشفى يعني خدمات كثيرة قد توفر على المريض داخل منطقة البريقة من الانتقال إلى مناطق أخرى حتى يلقى الخدمة كاملا في هذا المستشفى.
كما قلنا لكم انه من ضمن المشاريع إنه التي تم ادراجها ضمن المشاريع الاستثماريه ل 2019 هو تبني انشاء مستشفى عام لمديريه البريقه، وهذا حلم نتمنى ان يتحقق خلال الفتره القادمه ان شاء الله. في الفتره الماضيه انتشرت الكثير من الاوبئه والامراض كذلك في مديريه البريقه باعتبارها جزء من محافظه عدن، كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟ بخصوص الأمراض والأوبئة لا تقتصر على مديرية البريقة، نحن في ظروف حرب، فبالتالي الرعاية الصحية والخدمات الصحية ومن منظومة العامة للوضع الصحي في البلاد، لكن مكتب الصحة والبريقة لا يألو جهدا في التعاون للقضاء على هذه الأوبئة. هناك فريق استجابة سريعة في مديرية البريقة يعمل ضمن إطار مكتب الصحة، يقوم برفع التقارير والتوصيات يعني لمعالجة هذه القضايا، ونحن بالتالي نرفعها إلى الجهات في مكتب مدير عام مكتب الصحة والرعاية الصحية لتتولى مخاطبة الجهات يعني مساعدة المنظمات الدولية يعني مساعدتنا في هذا الجانب، وبالتالي تنفيذ كثير من الحملات الصحية التي من شأنها الحد من انتشار هذه الأوبئة. نعم، ما مدى جاهزية مكتب الصحة في البريقة للتعامل مع مختلف الأوضاع الصحية؟ لا شك أن مكتب الصحة رغم الصعوبات ورغم يعني التحديات والكادر رغم يعني ما يمر به، إلا أن الكوادر الصحية في مديرية البريقة تبذل جهد تشكر عليه. على سبيل المثال أثناء الحرب ومع نقص الإمكانيات ومع الظروف الآنية للحرب وجدنا أن القطاع الصحي لعب دورا كبيرا ومهما في يعني الحد من الكثير من الصعوبات التي واجهها المواطن أثناء الحرب، وبذل جهدا وتحولت القطاعات الصحية يعني بالموظفيها الأساسيين وبالمتطوعين دورا مهما، وشكلوا خلية نحل في مساعدة الجبهات ورفدهم بالعاملين الصحيين وتوفير الأدوية. وحقيقة نحن من هنا نتقدم للشكر الجزيل لكل الطواقم التي ساعدت على هذا الشيء. بالنسبة للمكتب الصحي حاليا كما ذكرنا أنه النقص حاصل، البنية التحتية كما ذكرنا أنها غير كافية. نحن نسعى إلى بالتعاون مع يعني نشاط المنظمات في القطاع الصحي في توفير كثير من المعدات والأدوية التي نستطيع من خلالها أن نوفي باحتياجات المرضى. كما قلنا أن الحرب عطلت يعني مشاريع وبرامج وزارة الصحة في هذا الجانب، إلا أن الوزارة تسعى للاستفادة من الدعم التي تقدمه بعض المنظمات في إمكانية توفير الأدوية والمعدات التي ممكن أن تؤهل كثير من المراكز والمجمعات الصحية. إن شاء الله نحن نتمنى أن توفي بهذه الالتزامات. بالنسبة للكادر الطبي هل هو كافي الموجود في يعني تبع مكتب الصحة في مديرية البريقة؟ من التحديات التي واجهها مكتب الصحة هي نقص الكادر. حقيقة نحن شهدنا التوظيف، آخر توظيف كان 2011، من 2011 إلى الآن تقريبا لا يوجد رفض للكادر الصحي في المرافق الصحية. هناك نقص حاد في مكتب الصحة البريقة بهذا الجانب، أسوة أو إضافة إلى أن كثير من الـ من الـ من الـ يعني العمال الصحيين قد يعني شملهم التقاعد، بالإضافة إلى توفي البعض، بالإضافة إلى أن البعض يعاني من أمراض مزمنة يعني منعته من مزاولة من يعني كل هذه الإشكاليات أدت إلى نقص حاد في الموظفين في مكتب الصحة. وكما قلنا أنه لا يمكن أن نقدم خدمة يعني كاملة دون أن يكون هناك لدينا الكادر الكافي ودون أن تكون لدينا هناك المقومات التي ممكن أن نقدم بها الخدمة. نحن نتمنى من رئيس الجمهورية أن يعني يلتمس الطلب الذي تقدم به وزير الصحة والسكان بهذا الخصوص بإمكانية فتح باب التوظيف للقطاع الصحي
وتحسين الوضع الصحي للكادر الصحي أسوة بالمؤسسة العسكرية التي شملها هذا التحسين. نتمنى ونحن عند مستوى يعني آمالنا بأن رئيس الجمهورية فعلا يلبي هذه يعني هذا الطلب، وبالتالي نحن يعني سنكون ممتنين له ولما يمكن أن يعني نستفيد من هذه الكوادر إن شاء الله. إذا كان هناك الآن نقص حاد في الكادر مثل ما ذكر الدكتور، هل هناك متعاونين أو متعاقدين موجودين وكيف هو وضعهم؟ ما يمكن أن نقول أنه هناك الآن مكتب الصحة يستفيد كثيرا من جهود المتطوعين. هناك متطوعين يخدمون المرافق الصحية منذ الحرب دون مقابل فعلا، ونحن كما يعني أسلفنا لابد أن تتولى وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية بإيجاد حل لهؤلاء، تثبيتهم أو التعاقد منهم، لأنهم فعلا يخدمون الصحة دون مقابل، وهذه جهود نحن نشكرها، ولولا جهودهم لكان الوضع أسوأ مما هو عليه. هل يتلقى الكادر الطبي الموجود من موظفين ومتعاونين مثل ما ذكرتم يعني متطوعين التدريب الجيد مثلا أو دورات تدريبية من فترة إلى أخرى؟ بهذا الخصوص فعلا نحن شهدنا في الآونة الأخيرة كثير من الدورات وكثير من يعني الدورات التأهيلية التي شملت القطاع الصحي فعلا في 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 مجال الرعاية الصحية، في مجال الأمومة، وفي مجال التحصين. هذه الأنشطة يعني تقوم بالتعاون مع مدراء البرامج في وزارة الصحة ومكتب عام الصحة عدن. كم عدد المراكز التوليدية الموجودة في مديرية البريقة؟ من الأشياء التي ممكن أن تخلق شيئا من التفاؤل لدينا هو إنشاء البدء في تفعيل مركز التوليد مديرية البريقة. يعني مسبقا لم يكن هناك لم مركز يكن توليد. كان موجودا لكن لم يفعل، كانت الخدمة تقريبا صفر، لأن المكان كان يعني والخدمات الكادر كان غير مؤهل غير موجود، المبنى برضو غير مؤهل بحكم أنه الخدمة هذه تحتاج إلى إمكانيات وتحتاج إلى معدات وتحتاج إلى كادر وتحتاج إلى دوام رسمي. نحن حقيقة مؤخرا افتتحنا مركز التوليد، ويعتبر من المشاريع التي تفخر بها مديرية البريقة. هذا المركز سيحد من حاجة المواطن إلى الذهاب وإلى إلى إلى مثلا مستشفى الصداقة. بدأ هذا المركز يستقبل الحالات، ونحن في خطوات على أساس أنه نحول المركز من تقديم الخدمات الأساسية إلى أن يكون يقدم يعني خدمات شاملة. حاليا يستقبل الحالات الولادة الطبيعية إن شاء الله في المرحلة القادمة بالتعاون مع أحد المنظمات والتي هي منظمة الإنقاذ الدولية التي نشكر لها جهودها، تبنت هذا المشروع بالتعاون مع مكتب الصحة، ويعني تبنت الموضوع ووفرت الإمكانيات ودعمت الكادر على اعتبار أنه سيستقبل يعني ستوفر حتى يعني سيكون عندنا إجراء العمليات في هذا المركز، وبالتالي سيخفف الضغط عن مراكز التوليد الأخرى في محافظة عدن. من الأنشطة التي قام بها مكتب الصحة طبعا بالاستفادة والتعاون مع بعض المنظمات في هذا المجال في كيفية إجراء بعض التثقيف وبعض النزول إلى المناطق يعني مديريات البريقة لنشر الوعي في كيفية التعامل مع الأمراض الخطيرة والأوبئة، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التي تتبناها بعض المنظمات في تبني إنشاء المساحات الصديقة في بعض المراكز، والتي تساعد أولياء الأمور المصطحبين لأبنائهم على يعني على الاستفادة من هذه المساحات الصديقة. ما هي خططكم المستقبلية للكثير من عمل مكتب الصحة في البريقة؟ حقيقة مكتب الصحة لا يألو جهدا في مخاطبة مدير عام مكتب الصحة ووزارة الصحة وبالتعاون مع السلطة المحلية في تبني كل هموم مكتب الصحة. لدينا كثير من المشاريع
إن شاء الله نتمنى أن يعني تنفذ في 2019 كما ذكرنا، منها إمكانيات إنشاء يعني مستشفى عام مديرية البريغة، كما قلنا تفعيل التعاون مع مكتب الصحة في توفير الأدوية وعدم الاعتماد مركزيا على مكتب العام وتوفيرها يعني في مكتب الصحة بحيث أنها تخدم المواطن يعني محليا. هل يمارس مكتب الصحة في البريقة دورا رقابيا على الأدوية التي توزع في مديرية البريقة؟ لا يقتصر دور مكتب الصحة على الرقابة الدوائية، هناك مكتب الصحة يواجه إشكالية منذ الحرب في ممارسة كثير من المنشآت الصحية دورها يعني بغير تصاريح، وهذا شكل لنا يعني عبء ونستشعر الخطر من ممارسة هذه المنشآت الصيدليات والعيادات يعني مهامها دون الرجوع إلى مكتب الصحة والعام ومدير مكتب الصحة. فبالتالي الأدوية وانتشار كثير من الأدوية المخدرة هذه نحن يعني نسعى إلى التعاون مع الجهات الأمنية لضبطها، وفي الآونة الأخيرة بدأنا خطوات بهذا الجانب على أساس أنه نعمل على يعني توجيه إشعارات إنذار للمؤسسات والصيدليات المخالفة يعني باستصدار تصاريح بحيث تكون يعني تحت رقابة مكتب الصحة، ونحن من هنا نوجه يعني ندائنا إلى السلطة المحلية ممثلة بالشيخ هاني اليزيدي بمخاطبة الجهات الأمنية وتشكيل ورشة عمل لمناقشة هذا الموضوع لما له من أهمية وإدراك خطة عمل للنزول إلى الصيدليات والمنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات عليها. ختاما دكتور فهد، رسالة تودون قولها من خلال هذا اللقاء؟ نوجه رسالتنا يعني كما ذكرت لرئيس الجمهورية أن يتبنى يعني رسالة وزير الصحة بإمكانية رفض يعني الصحة بموظفين جدد و يعني تحسين وضع الكادر الصحي بشكل عام نتمنى ذلك. رسالة برضو أوجهها إلى أولياء الأمور، يعني نستغلها فرصة في هذه المقابلة أننا نوجه رسالة إلى أولياء الأمور بالتفاعل مع حملة التحصين القادمة ضد مرض الحصبة لما له من أهمية في التحصين أبنائهم خطر الإصابة بهذا المرض القاتل. دكتور فهد عبد القوي العلوي، مدير مكتب الصحة في مديرية البريقة بعدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. هي خلطة سرية تفوح منها النكهة المميزة والطعم اللذيذ، يكاد المطبخ العدني لا يخلو منها. البهارات العدنية حكاية شهية المذاق والرائحة، حكايتنا لهذه الحلقة، لنتابع. كرياتر عدن عرف سكانها الأوائل أقدم متجر للبهارات، امتلك سر الخلطة العجيبة المعروفة بالحوايج التي اشتهر بها عبد المجيد الكشي كأول بائع بهارات منذ العام 1930. يذكر المؤرخون أن عدن منذ قديم الزمان كانت محطة تجارة القوافل لجميع البهارات القادمة من الهند وأندونيسيا إلى جانب البخور والعطور.
يتميز المطبخ العدني بأنواع مختلفة ومتعددة من البهارات والتي تضفي مذاقا خاصا على الأكلات العدنية، وعادة ما تتسم تلك البهارات بالمذاق الحار. تحضر البهارات كعنصر الرئيس في المطبخ العدني، وتستخدم بمقادير تختلف كما ونوعا باختلاف الأكلات وتنوعها، خصوصا الزعفران الذي لا يستعمل إلا في الزربيان العدني. أصناف البهارات في عدن شاع استخدامها في طهي الأكلات الشعبية المختلفة، وعلى الرغم من الفوائد التي تقدمها البهارات إلا أن استخدامها يحتاج لبعض الضوابط. للتوابل والبهارات في عدن قيمة غذائية تضاف إلى ميزتها في تحسين جودة الطعام، ولما شاع قديما فعاليتها في علاج الكثير من الأمراض باعتبارها مستخلصة من نباتات عطرية تدخل في صناعة الأدوية الطبية. يزداد الإقبال على البهارات في عدن وخصوصا في شهر رمضان، وهو ما يكسبها قيمة تجارية لها رواج كبير بين عامة الناس، لا يستغني عنها الغني والفقير مهما اختلفت أطباق الأكلات. حافظت البهارات على مكانتها في المطبخ العدني كقيمة غذائية ومحفز للشهية، تتعدد الموائد وتتنوع الأكلات وتتشابه المسميات، لكنها تختلف في الغالب مذاقا ونكهة باعتبار البهارات أهم أسرار الطهي وتميز المذاق. الظروف وقست الحياة، إلا أن الحاجة أم الاختراع كما حدث مع يوسف عبد الكريم، وجه المدينة لهذه الحلقة. من رحم المعاناة إلى فضاء الإبداع انطلق الطفل يوسف عبد الكريم الذي فقد والده العائل الوحيد له ولأمه وجدته، ليجد نفسه وحيدا تحاصره الحاجة. في الصف الأول في ضوضاء وكان عمري 3 سنوات، كنت أحاول صنع هذه الألعاب والأشياء، أحاول أنني أصنع منها ألعاب يعني تفيدني أو أتسلى فيها. حتى وأنا كنت أنا صغيرا لا تتوفر هذه الألعاب في منزلنا، وهذا حتى وأنا كنت صغير كنت أريد العودة إلى المدرسة لكي أشبع رغبتي في اللعب بها، وما كان يحزنني أنني كنت أعود إلى البيت وأتلهى في المرة الأخرى للعودة إلى الروضة. لم يستسلم يوسف للوضع الصعب الذي أرغمته الظروف عليه، فحاول صناعة ألعاب من الورق وبيعها بمبالغ زهيدة ليوفر قوتا له ولعائلته، متناسيا سنه الصغير واحتياجه للعب كبقية أقرانه. وهذه أصل عن الألعاب من الكراتين والحاجات
حاجات يعني التي تعد صنعها وتدويرها إلى أشياء استفيد منها وأبيعها للناس والأطفال الآخرين. كانت يعني الظروف حقنا المادية يعني صعبة، بدأت أجت لي فكرة أن أنا أصلح هذه الألعاب وأبيعها لكي أوفر يعني لقمة العيش لي ولأمي، وأوفر الأدوية لجدتي، وأساعد خالي المريض الذي هو الآن في الهند يتعالج. ليست الحياة وحدها من ظلمت يوسف، فهو يشتكي من عدم تعاون الكثيرين معه ومحاولة البعض الانتقاص من العمل الذي يعتاش منه، إلا أنه ورغم كل الخذلان لم يستسلم للإحباط واليأس. أنا وجدت صعوبات في عملي، بدأت أستفيد منه مرات مرات ومرات لا، يوم الحمد لله يوم ما فيش. أنا فخور وأجعل أمي تفتخر فيه، لأن أنا متحمل أسري مسؤولية البيت، لأنه خالي لا يوجد وهو كان رجل البيت حقنا. ما نقدر الحين رجعت أنا أوفر لقمة العيش لنا ولأمي والخالي. أصنع الألعاب حقي يعني من الكرتون زي البلياردو والجيم والهوكي، سيارة صغيرة، مسدسات، يعني حاجة أنا أستفيد منها وأبيعها للعيال، يعني مبلغ كذا رمزي بسيط، وأرجع أروح لأمي بفلوس يعني تجيب لقمة العيش، يعني توفر لي هنا مرات العشاء مرات الغداء. أستخدم مرات المقاس أو المشرط، وأروح مثلا في البلياردوات اللي يغيروا القطايف اللي يرموها، أحاول إن أشله وأصلح منها حاجة أستفيد منها. بالنسبة إن أنا أصلح هذه الحاجات كمان مرات ما توفرش معي المواد الخام، هذا الوقت يأخذني ويزعجني كثيرا، لكن أرجع أنتظر. أو مرات أمي تحاول تساعدنا تجيب لي هذه المواد، وأرجع أكمل هذه المشاريع حقي وأنزل أبيعها أو أستفيد منها تحت في الشارع. يأمل يوسف عبد الكريم في المستقبل أن يصنع سيارات بالطاقة النظيفة تكون صديقة للبيئة، وعلى الرغم أن وضعه الحالي لا يسمح له بالاقتراب من هذا الحلم ولو قيد أنملة، إلا أن الأحلام والآمال واستشعار المسؤولية هي من تجعله يمضي قدما في حياته. أتمنى العيال مثلا اللي هم من سني حققوا أحلامهم زي ما مثلا أنا بدأت من الصفر، حققوا أحلامهم يعني يبدأوا بأشغالهم، يكونوا مسؤولين يعني على منازلهم، حقوق أحلامهم يعني بالنسبة كبيرة لهم. في كمان في مثلا أنا كمان بدأت من الصفر، في ناس مش قادرين كمان يبدأوا، بس أنا أتمنى لهم التوفيق، يبدوا بأشغالهم بحاجة حلوة يعني جميلة جدا، يفتحون لهم مشاريع وده. وحلمي كمان أن أنا أصنع سيارة اقتصادية مثلا في الطاقة الشمسية ولها مميزات خاصة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.